ايش فيك هالصه قاعد تضحكين؟ اضحك على العرض اللي قاعد تسويه. ايش فيك عبد الرحمن؟ كأنك اول مره تلبس بشت. لا مو اول مره، وايد لبسته. هاي ايش فيك يا حافظ؟ سلمت الله. هذا البشت غير، لا احساس ثاني. اليوم عرس بنتي وادخل معاها وانا فرحان بزفها وانا مستانس والدنيا مو سايحتني ومو شايلتني وطاير من الفرح. رحمان انت ما قصرت، كفيت ووفيت، حبيتها هي واعطيتها وكبرتها، واليوم هي عروس. حصلت عندك شو؟ كنت تقلبينها مناحة وبجي. ما قلت شيء، مو هذا الصدق. والله يا يبا أنا أحس نفسي مقصر مع هالبنت، لو شنو أسوي لها، لو شنو أعطيها، أحس نفسي مقصر. أنا والله لو بيدي كان أسوي لها هالعملية وأخليها تمشي، بس أنت عارف الأطباء شنو قال. لو طالبين عيوني والله أعطيهم عيوني، عمري كله أدفع لها بس أشوفها تمشي مثل الناس. عارف يا عبد الرحمن، لكن الحمد لله على كل حال، والله عطاها هي على قد نيتها وتزوج الريال اللي تحبه. لكن تمنيت ان امه وابوي يحضرون علشان تكتمل فرحتهم.